إلهي، ماذا يحدث؟ هؤلاء من المغول، علي أن أنبه الكل ليأخذوا حذرهم، فإن خطرهم على المسلمين شديد. ما الذي يحدث؟ ماذا يفعل هؤلاء بهذا المكان؟ الأمر خطير، يجب أن أخبر قائد الحرس بسرعة. أين قائد هذه القلعة؟ ماذا تريد يا هذا؟ اعلم أنك تنتهك حرمة هذا الخان، وهذا يعني أن مولاي السلطان جلال الدين لن يرضى عن صنيعكم. أحذرك. هل سمعتموه؟ أنه يقول إن السلطان سيغضب. إذن فليكن غضب سلطانكم جلال الدين أكبر، وليعلم أننا نحن جنود جنكيز خان تخلصنا من الحارسين الهزيلين اللذين يحرسان الخان. لن تسلموا بفعلتكم هذه. احرقوا، دمروا، اقتلوا، لا اطيق ان ارى احدا يحيا هنا. لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. صدق الله العظيم. مولاي أرجو المعذرة، فالأمير ممدود يستأذنكم في الدخول. حسنا، فليدخل. السلام عليكم يا مولاي. وعليكم السلام. ما وراءك؟ لقد هاجم جنود المغول خان التجار يا مولاي. مجرمون. وهاجم جنكيز خان مروى ونيسابور، ولعله الآن في طريقه إلى خوارزم. استعدوا للدفاع عن حرمة الإسلام وأعلنوا الحرب. فلنؤدبهم. أيها الناس اسمعوا وعوا، الحاضر يعلم الغائب. لقد هاجم المغول مروى ونيسابور، والسلطان جلال الدين يدعوكم للجهاد. اسمعوا وعوا، لبوا نداء الواجب، ولا تضيعوا إحدى الحسنيين، الشهادة أو النصر. خطتي واضحة، ولا أريد أي أخطاء. الموت جزاء كل من يخطئ أو يتراجع. أما جنكيز خان ستخضع لي الدنيا وأنال ما أريد، ولن يخديني أحد عن هدفي وما أطمح إليه. ستعلو رايتي في المشرق والمغرب، ولا راحة لي ولكم حتى يخضع لي أهل الأرض جميعهم. لم يتمرد علينا أحد في خراسان وهمذان وسمرقند. الدور الآن لغزنة. أنت يا قائد إبال؟ مولاي، أريد منك احتلال غزنة بأسرع ما يمكن. أحضر لي رأس ملكها جلال الدين. بعدها سأتجه إلى الغرب للعراق والشام ومصر. ستسمع الدنيا بقوة ووطش. أنا جنكيز خان. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وهيئ لنا أسباب النصر. لك البشرى يا مولاي جلال الدين. أرني. تفضل يا مولاي، إنها طفلة في غاية الجمال. بارك الله لكم فيها يا مولاي وأقر عيونكم. الحمد لله. وكانت أخت السلطان جلال الدين زوجة القائد ممدود على وشك الولادة. حمدا لله على سلامة مولاتي، وبارك الله لكم فيه. أسرع إلى القصر بالخبر. هيا مولاي.
لك البشرى يا مولاي، فقد رزقت أختكم مولودا. حقا؟ وقررت هي والأمير ممدود أن يسمياه محمودا. اللهم انفع به أمة الإسلام العظيم. الحمد لله. تحت إمرتك 30,000 مقاتلا أيها القائد، اتجهوا إلى مروة ونيسابورة وهرات ثم غزنة. أحرقوها، دمروها، ولا ترجعوا إلا برأس جلال الدين. أمرك مطاع أيها القائد. أنتظر خبر انتصاركم بأسرع وقت. أمركم. لقد سمعتم جنكيز خان. المجد لجنكيز خان. المجد لجنكيز خان. بدأ التتار حملتهم الشرسة ضد الدولة الإسلامية في بداية القرن السابع الهجري. هاجموا مروة وأحرقوها، وكذلك نيسابور، ولم يبقى أمامهم إلا سلطنة غزنة. لقد وقعت الكارثة في مروة ونيسابور، وجنود جنكيز خان يتقدمون نحو هرات، يحرقون ويهدمون كل ما تقع عليه أعينهم. لقد قتلوا النساء والشيوخ والأطفال بلا هوادة. علينا أن نقوم بمواجهتهم. ما رأي سيدي بأن نقوم بطلب النجدة من أمراء العراق والشام؟ الوقت لا يسمح بذلك، سيهاجموننا قبل أن يصلنا المدد. أيها القادة، لن ننتظر هجومهم علينا وإلا هلكنا. أيها الرجال، أعدوا الجيش جيدا، فالمعركة الآتية حاسمة. يا جنود جنكيز خان، لم يبقى أمامنا إلا غزنة، فإذا ما استولينا عليها فسوف يكون الشرق تحت أيدينا. اجمعوا الخيام كي نواصل السير إلى الأمام إلى غزنة. هيا. جهاد يا ابنتي، إنك تكبرين بسرعة. وداعا يا ابنتي. أبي. هيا. أن نعود منتصرين، وإن قدر الله لي الشهادة فأخبري محمودا أنني بذلت روحي رخيصة في سبيل الله. اللهم سدد خطاهم وانصرهم على أعدائهم. يجرؤ هؤلاء على مواجهتنا؟ ماذا يظنون أنفسهم؟ لنرجع إلى الجيش بسرعة، علينا أن نستعد. سنأخذ قسطا من الراحة هنا. اسمعوني يا إخوتي، بإذن الله سوف نخوض حربا ضروسا فأخلص لله. واعلموا أن الله وعدنا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فلا تترددوا في نصرة دين الله. سيدي، أحدهم قادم. أريد أن أبلغ هذه الرسالة من قائد جيش المغول إلى السلطان جلال الدين. من جنكيز خان إلى جلال الدين بن خوارزمشاه، أمرك أن تستسلم لجيشي وتسلم المدينة وتخرج منها نهائيا وإلى الأبد، وإلا قتلتك كما قتلت أباك من قبل، وسبينا نساءكم وقتلنا أطفالكم وأحرقنا المدينة بلا فيها. اكتب إذن ما يلي على ظهر الخطاب.
من السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه إلى جنكيز خان، أدعوك إلى الإسلام. أسلم تسلم، فإن أبيت فليس بيننا وبينك إلا السيف، والعاقبة للمتقين. أجوب الله لجنكيز خان. الله أكبر. على رجوعكم سالمين يا أخي، ولكن أين زوجي ممدود؟ لقد نال شرفا كبيرا شممنا منه أطيب رائحة، نال شرف الشهادة في سبيل الله بعد أن قتل كثيرا من قادة التتار. فاحمد الله يا أختاه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن الذي لا يصيب الهدف في التدريب لا ينفعني أبدا في المعركة. أعانك الله يا أخي. مولاي، لتكن سيوفنا الآن أحد من أي وقت. إن شاء الله يا مولاي ستكون كما تحدث. نحن بحاجة إلى قلوب صادقة وأعمال صالحة لننال نصر الله وعونه. سأمسك بها. العبا معا بهدوء، وإلا ستصابان بضرر كبير. وصل أهل السلطان جلال الدين، فليتفضل. السلام عليكم، يمكنك الدخول يا سلامة، هيا تفضل. ها
السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمي سلامة، لم نركم منذ مدة. كنت في بلد الهند ولم أصل إلى هنا إلا منذ فترة قصيرة جدا. كنت حائرا في من أأتمنكم عنده في غيابي. تأتمننا عنده لماذا؟ لأن الحرب الآتية ستكون صعبة جدا، ولا أظن جنكيز خان سيسكت على هزيمته السابقة، فهو بلا شك سيهاجمنا بلا هوادة. إذا علي أن أضعكم في مكان آمن، ستذهبون إلى الهند مع السيد سلامة بعد غد في قافلة تضم نساء المسلمين وأطفالهم، لأن الهند أكثر أمنا لكم. سنهاجم العدو في الساعات نفسها. إذا حققنا النصر بإذن الله تعالى، فسأذهب إلى الهند لإعادتكم مع أهالي المجاهدين. ويؤمن السلطان نساء المسلمين وأطفالهم إلى مكان آمن، ويرسل أهله مع الرجل الطيب سلامة. أحضرت لكم قليلا من الماء. لا أعرف كيف أشكرك، خدمت هذه الأسرة مدة طويلة. لا تقولي هذا يا ابنتي، أنتم أمانة في عنقي. عمي سلامة، ينبغي للمؤمن أن يكون دائما فطنا وأن يعد العدة لكل حادث. لم أفهم سيدتي. خذ هذا الكيس لتوفق على هذين الطفلين، فهما أمانة عندك. اقتلوهم، لا تدعوا أحدا يهرب. جاءت المعركة الفاصلة بين جيوش المسلمين بقيادة السلطان جلال الدين السلجوقي وجنود المغول بقيادة جنكيز خان في كابل، قريبا من غزنة حاضرة الغزنويين. يا إخوة الإسلام ويا أبطال العقيدة، اسمعوا يا إخوة الإسلام، دافعوا اليوم عن دينكم وأعراضكم وأوطانكم، وحاربوا للنصر على العدو أو الفوز بشرف الشهادة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل نبدأ هجومنا؟ سأسحقهم. أيها الجنود، هاجموا ولا ترحموا أعداءكم، واحملوا عليهم كالذئاب الضارية. هيا. ركز ابتلي المسلمون بهجوم همجي شرس، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. واستمرت الحرب سجالا بين المسلمين والمغول، واستشهد عدد كبير من جنود المسلمين، فأرسل السلطان يحث همم الناس للمشاركة في جيش الجهاد. أمي، وصل خالي سلامة. هذا بيتي القديم تسكن فيه الآن أختي وأولادها. أخي سلامة، أهلا ومرحبا بعودتك، ولكن من هؤلاء الأولاد؟ إنهما محمود وجهاد. أهلا وسهلا بكما يا أبنائي، العبا قليلا ريثما يجهز الطعام، هيا. سيدي سلامة، سيدي افتح الباب من فضلك، إن مجاهدي سلطان جلال الدين قد وصلوا. هل قلت مجاهدي سلطان جلال الدين؟ نعم، لقد أنشأ جيشا للجهاد في لاهور، وانضمت إليه جميع القرى والمدن المجاورة، وسلموا القيادة له، فجئت لإخبارك من فوري. الحمد لله، أسرع أنت إليهم وأخبرهم أنني أريد مقابلتهم، عندي مفاجأة لهم. هيا مع السلامة. مفاجأة؟ لقد نزل الجيش عند مدخل القرية، ونحب أن نبين لكم أن انضمامكم لنا سيقوي جيش الجهاد، وسنصير كالبنيان المرصوص. سنكون أسرع قرية تنضم إليكم، ومعنا ابنة السلطان. ماذا تقول؟ الأميرة جهاد ابنة السلطان جلال الدين، والأمير محمود بن الأمير ممدود. يا إلهي،
إن مولانا السلطان قد قطع الأمل في لقاء أهله. مولاي مولاي، ما بك؟ خيرا إن شاء الله. عاد جيشك المنصور بأجمل بشرى يا مولاي. إذن فقد انضمت القرى كلها محبة للجهاد ونصرة لدين الله. البشارة الثانية، وجدوا جهادا ومحمودا. حمدا رباه، ما أكثر نعم الله علينا. وأين هما الآن؟ غادر القرية مع فرقة صغيرة، وهما الآن في طريقهما للقصر. من الخطر اجتياز الغابة ليلا. إذا سمحتم نقضي الليلة هنا. أظن أننا اقتربنا من لاهور. إذن بقي لنا مسيرة يوم. أنتما تحرسان الأولاد فقط، والآخرون سيقومون بحراسة المعسكر. حاضر سيدي. يجب أن نكون حذرين، فالغابة موحشة. أيقظون عينينا بسرعة. انهض يا سلام انهض. يا إلهي، من هؤلاء؟ يبدو أنهم قطاع طرق. بسرعة تحت، لا ادخل أنت الخيمة، المكان خطير. تعالوا انظروا إلى هنا. انظر سيدي، هل رأيت ماذا وجدنا؟ ولدان فقط؟ ألم تعثروا على ذهب؟ لا يا سيدي أبدا، لم نجد سوى هذين الطفلين الصغيرين هنا. ماذا سنفعل بهما؟ سنجني من ورائهما ثروة كبيرة. وقام اللصوص باختطاف الأميرين محمود وجهاد ليتم بيعهما في سوق العبيد. ونسوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن الثلاثة رجلا باع حرا فأكل ثمنه. معي غلامان وأريد أن أبيعهما. أحضر الغلامين إلى هنا بسرعة. يا ناس سارعوا، ها أنا قد أحضرت اثنين هما قرة للعين، كأنهما أولاد السلطان. من يشتري هذين الولدين؟ أدفع 20 دينارا. أدفع 50 دينارا. 100 دينار. ها يريدون بيعنا وهذا حرام. محمود، لماذا نخبرهم بقصتنا؟ لكنهم طماعون، ثم إنهم لن يصدقونا. هل هناك من يدفع أكثر؟ لقد بعت. بارك الله لك فيهما يا سيدي. توقفوا، بدأت الشمس تغرب. سوف نبيت الليلة هنا وننتظر طلوع الفجر كي نتابع مسيرنا. وسارت بهما قافلة الأحزان نحو حلب لتبدأ مرحلة جديدة من حياتهما. يا أولاد، سوف تعيشان معي ومع أسرتي. اسمك الآن قطز، وأنت اسمك جلنا. أما السلطان جلال الدين فما زال يدافع عن بلاد المسلمين في وجه أقمار، ويضحي بكل غال ورخيص حتى وافته ذلك، وتمكن المغول من الاستيلاء على غزنة.
السلام عليكم يا بيبرس. وعليكم السلام. تعرف إلى قطز وجل النار، سيعيشان معنا منذ الآن. أهلا بكما. تفضلي يا سيدتي. سلمت يداك يا جل النار، قهوتك لذيذة جدا. هنيئا سيدتي. هذا القدر من الحطب يكفينا لمدة طويلة، ألا توافقني؟ جنكيز جنكيز يا والله جنكيز. حريق حريق، سوف تلتهم النار البيت كله. الأولاد داخل البيت. توقف، إن ما تفعله خطر جدا. انتظر لحظة. الحمد لله إنهم على قيد الحياة. الحمد لله لقد نجونا، وجل نار أيضا في حالة جيدة. أشكرك يا بيبرس، لقد أنقذت حياتي. لقد نجونا بفضل الله، لكن مصيبتنا كبيرة، فقدنا كل ما نملك. عوضك الله يا سيدي. لم نعد نقدر على الإنفاق عليكم، كنت أتمنى أن تبقوا معنا، لكني مضطر لبيعكم. أطمئنوا، لن أبيعكم إلا لرجل طيب. أليس هناك من يريد شراء هذا الفتى؟ ألم ترى هذا الزحام؟ قلت لك أن هناك غلمانا للبيع. إن أصابكم مكروه فإنه سيساعدكم. أدفع 50 دينارا. ماذا؟ 50 دينارا فقط لهذا المقاتل الصلب؟ 60 دينارا. ألا يوجد هناك من يدفع أكثر؟ 70 دينارا. 100 دينار. مستعد أن أشتريه ب150 دينارا. فليبارك لك الله فيه. بيبرس، تعال إلى هنا يا بني. تعال، هذا فتى جيد آخر. من منكم يريد أن يشتري هذا الفتى الوسيم ذو الأخلاق الكريمة، مطيع وشجاع؟ من يشتري؟ أنا ب100. 120. ب200. صدقوني، لولا حاجتي للمال ما عرضته للبيع. 250 دينارا. 270 دينارا. سأدفع 300 دينار. من يدفع أكثر؟ لا أحد؟ إذن فهو لك. تفضل. شكرا. تعالي تعالي يا ابنتي، تعالي. بنت كاللؤلؤة، القمر يحسدها لجمالها، ولو دفعتم لها كل ما وفرتم من النقود لكنتم الرابحين. 100 دينار. 150. 200 دينار. 250. ادفع 300 دينار. أرجوك يا سيدي لا تبعدها عني، فنحن دائما معك. أرجوك خذني معه. 350. خذها سيدي فهي لك. شكرا جزيلا لك. دمشق يا عروس يا بهجة النفوس، كوني للقادمين في الغربة الأنيس، في الغربة الأنيس، في الغربة.
السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، حمدا لله على وصولكم بالسلامة. تفضلوا إلى الداخل. هيا قتل شر قتله. هاي هاي اسمعوا وعوا، لابد أنه أوصى بالملك من بعده لحفيده هولاك. سبحان الله، كم ولغت سيوف جيوشه في دماء المسلمين، أراحنا الله منه. المجرم السفاح، كم كنت أتمنى أن أبارزه قبل موته وأقتله بيدي. إنهما مطيعان وذكيان وعندهما استعداد للتعلم. قطز وجل نار، تعال يا. أقدم لك سيدي ولدي العزيزين. ما شاء الله، يبدو أنهما بصحة جيدة. أجل، ولكن هناك ما هو أهم من الصحة وهو التربية والتعليم. لقد تعلما القراءة من قبل وتلقيا دروسا في الدين واللغة والحساب، كما أنهما فارسان ماهران على الرغم من صغر سنهما، ولكنهما انقطعا عن الدراسة لفترة من الزمن، وكل أمل بأن يتمكنا من متابعة دراستهما. أنت يا أستاذ مصطفى ستعينهما، علمهما الحساب والرياضيات، وأنت يا أخي خالد علمهما القتال بالسيف. سأعطيكما الأجر الذي تريدان، وأنا واثق من قدرتكما على القيام بهذه المهمة. جزاك الله عنا خيرا يا سيدي. الآن سنبدأ الدرس يا أولاد. اقرأ واكتب، اقرأ حيا، إن العلم يضيء دنيا. اقرأ واكتب وارسم واحسب، واقطف سحر العلم ندية. وتعلم أن تركب خيلا، وتعلم أن ترمي النبلة. خلي القلب شجاعا حرا، يرضى الموت ويأتى ذلة. أنت خلقت لأسمى غاية، أنت خلقت لتحمل راية، أنت خلقت لتحيا نورا، يملأ وجه الأرض هدايا. اقتربا مني يا ولدي العزيزين، أحمد الله لرؤيتكما يا فعين. كان هذا من حسن حظنا يا سيدي. حرصت أن أعلمكما ما تحتاجان إليه، وقد أخبرتني خالتكما أنكما تتبادلان التقدير. أريد أن أعتقكما وأزوجكما لبعضكم. قضينا في منزلكم أياما سعيدة، وعملتمونا كأبوين رحيمين شفيقين، فشكرا لكما. ولكن التاجر الطيب مات قبل أن يعتقهما. إنه أخي قبل أن يكون زوجك، ولي الحق في أن أتصرف بهما. كان خيرا لنا وأكثر برا منك، يا من لا تعرف البر أو الرحمة. إياك أن تؤذيهما أو تقسو عليهما. لقد أصبحا من حقي، وأنا حر أتصرف بملكي كيف أشاء. ولكن عليك أن تراعي وصية أخيك فيهما وحبه لهما. لا مكان للشهوات في قلبي. يا لقلبك المتحشر كالصخر، اتق الله فيهما. لا دخل لك بذلك، أعرف كيف أتعامل معهما. كدت تكسر يدي أيها الصخر. قطز وجل نار صاحبا خلق، على عكسك أنت يا قاطع الرحم. ما دمت تحبينهما هكذا، فلماذا لا تدفعين ثمن حصتي وتحتفظين بهذين الشرسين عندك، وبعدها لن تري وجهي أبدا. أنت تعلم أنني لا أملك مالا، كل ما أطلبه هو أن ترحمهما. إنني بحاجة إلى النقود الآن، سأبيعهما لأول تاجر أصادفه في السوق. ليتك تصحب وتتصرف كالعقلاء يوما. هذه هي قصتي كلها يا صديقي العزيز علي. هناك حل واحد فقط يا أخي قطز، وهو أن نخبر سيدي ابن الزعيم بالذي حدث، ونرجو منه أن يقوم بشرائكما من هذا الرجل الظالم. إن فعلت ذلك أيها الصديق، فإنني سأظل ممتنا لك طوال عمري. ما بك يا سيدتي؟ وما الذي يبكيك هكذا؟ أخبريني. إنها تبكي على جل نار يا قطز. ماذا قلت؟ لقد ذاتها. ماذا؟
اشتراها تاجر مصري وقد فرقت بينكما. لا أيها الحاقد، إن الله قادر على أن يجمع شملنا ويصرف الشر عنا. قبل سنوات أخذني أخوك ورباني وكان لي كالأب الرحيم، ولولا خوفي من الله ثم إحسانه لي ومقام سيدتي عندي لقمت الآن بتحطيم رأسك. كيف تخاطب سيدك بهذه اللهجة؟ سأبيعك لأول من يريد شراءك حتى بثمن قليل جدا. اذهب إلى الباب وانظر من القادم. هيا تحرك تحرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بابن الزعيم، أهلا بك. كان أخوك رحمه الله من أعز أصحابي. وماذا تريد مني؟ هذه المرة يا بني جئت إلى هنا لعمل تجاري. أمرك؟ أريد أن أشتري منك قطز. حقا تقول؟ كم تريد ثمنا له يا بني؟ 100 دينار فقط. 100 دينار، أردت أن أبرهن فقط على قيمته التافهة. أين النقود؟ تفضل هذه النقود. هيا يا قطز لنذهب. لي رجاء عندك يا سيدي، هل تسمح لي بوداع سيدتي قبل مغادرة المنزل؟ طبعا بكل سرور، سأنتظرك في بيتي. سيدتي، إن سوء معاملته لي لم ينسيني ما لقيت من كرم في هذا البيت. سأغادر البيت الآن، ولكن أريد أن تتأكدي أنك بمقام أمي، وأنا مستعد دائما للقيام بأي خدمة تأمرينني بها. جزاك الله خيرا يا بني، وحفظك من كل سوء. بارك الله فيكما، استعدا جيدا، فضيفنا اليوم الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستحق كل إكرام، لذا أرجو منكما أن تبالغا في الاحتفاء به وإكرامه، فهو ذو علم غزير ومنزلة رفيعة. سيدي، لقد وصل الشيخ عز الدين بن عبد السلام. حسنا، أنا الذي سأستقبله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا بك يا شيخنا الجليل، تفضل. يبدو وكأنني رأيت هذا الفتى من قبل. إنه فتى الشيخ غانم رحمه الله. يبدو عليه الذكاء. كنت أعجب بذكائه وعلمه كلما رأيته عند الشيخ غانم يا سيدي. وما يدريك، لعل الله يجعل له شأنا كبيرا ويكون ممن لهم أفضال جليلة على هذه الأمة. أرجو أن يكون مفتاحا للخير، لقد اشتريته لأعتقه. ألا تريد أن تأكل قبل أن يبرد الطعام يا سيدي؟ لن تمتد يدي إليه ما لم يشاركنا علي وقطز. تفضلا هيا. الأخطار تتهدد أمتنا من كل جانب، فالتتار عازمون على غزو بغداد، وقد علمت أن الصليبيين يعدون العدة للهجوم على مصر ثانية. أيها المسلمون، ما زالت الشام موطن العلم ومنبع الرجال، وقد جئت دمشق أستنهض هممكم للدفاع عن أرض الإسلام في وجه الطامعين. إن الجهاد في وجه أعداء الإسلام أمانة في أعناقنا جميعا. حث الناس على البذل والدفاع عن حرمات بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام. تفضل يا قطز، أخبرني ما الذي يجول بخاطرك يا بني. والله إني لا أشعر أن حديثك قد حرك في كل ساكن يا سيدي. إنها بشرى خير. هل بإمكاني أن أجاهد؟ إن جيش الإسلام يقوى بأمثالك من أصحاب السواعد الفتية. أخشى أنني لن أستطيع، ربما يرفض سيدي السماح لي. لا تقل لي هذا يا بني، إن سيدك رجل مخلص وقد أحب الجهاد ولن يرفض. وفي مصر كان الملك الصالح أيوب قلقا بسبب الأخبار التي وصلته عن حملة صليبية جديدة ستغزو البلاد. وصل الملك الصالح أيوب. السلام عليكم، هل وصلت أخبار من العيون التي أرسلناها لاستطلاع جيش الصليبيين في البحر؟ نعم سيدي، ما زالت سفنهم في عرض البحر وهي كثيرة جدا. أعدوا الجيوش إذن،
واستعدوا لمواجهتهم. لا تجهد نفسك كثيرا يا مولاي، إنني أراك متعبا، يجب عليك أن تستريح. كيف أرتاح؟ لا يمكنني أن أرتاح والمسلمون مهددون. علينا أن نعد العدة كي نواجه أعداءنا. لم نسمع شيئا من أخبار الشيخ عز الدين بعد رحيله من الشام. لقد تأكدنا اليوم أنه سوف يستوطن مصر بعدما أخرجه من دمشق أميرها. إن مصر تواجه اليوم خطر زحف الصليبيين كما تعلم يا سيدي. إنهم يظنون أنهم إذا قاموا باحتلال مصر فسوف يسهل عليهم احتلال القدس. أعاننا الله. تعلم أن لي ساعدا قويا وقلبا مؤمنا، فهل تأذن لي أن أقاتل في جيش الملك الصالح ضد الصليبيين؟ ما رأيك يا سيدي؟ أخبرني الشيخ عز الدين بما يدور في خلدك. أنت شاب شجاع يا قطز، هذا ما كنت أرجوه لك وأعدك له. أشكرك يا سيدي، أرجو أن أكون عونا لإخوتي المجاهدين في مصر وأن أقف معهم على ثغرة من ثغور المسلمين. تأهب للسفر غدا، أدعو لك بالتوفيق، ولتحقيق أمنيتك سوف أبعث أخاك عليا معك. أشكرك من قلبي يا سيدي، لن أنسى فضلك ما دمت على قيد الحياة. تجمعوا، أقبلوا. أهلا بك يا سيد عز الدين أيبك نائب الملك أيوب، أمركم يا سيدي. نريد فتى يكون فارسا عند الملك أيوب. أنا؟ هل أنت متأكد أنك تحسن الفروسية؟ نعم يا سيدي. ورمي النبال؟ بإمكانك اختباري يا سيدي. حسنا، إذا تقدم وأرنا قوتك. إنني أحسب أنك من الرجال الذين سيعتمد عليهم الملك أيوب في نصرة هذه الأمة في المستقبل. هذا شرف عظيم لي. الأمير عز الدين أيبك يلتمس الإذن ليدخل عليكم. فليتفضل. السلام عليكم يا مولاي الملك. وعليكم السلام والرحمة. من البطل الذي معك؟ إنه البطل قطز يا سيدي، لم أرى أحدا في شجاعته حتى الآن. إنك معجب به. هذا صحيح. الإنسان يفرح عندما يسخر الله للمسلمين أمثاله. أدعو له بالتوفيق من الله. اللهم ارفع بالمؤمنين راية الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين أجد القائد ببرس؟ هل تعرف مكانه؟ بالطبع، يمكنك أن تجده الآن في ميدان الفروسية. اذهب إلى هناك وتراه. أليس من بينكم رجل قوي يناهزني؟ لن نبارزك ونتهور فتهزمنا أيها القائد. أنا لست متهورا ومع ذلك أريد أن ألقاك. ها؟ من أنت؟ واحد من جنود المسلمين. إذا فلترني قوتك أولا. ما رأيك بذلك؟ يبدو أنك رجل قوي. لا غالب ولا مغلوب. أنت غريب إذا. ألم تذكرني يا رجل؟ التقينا في بيت أحد تجار حلب. أنت؟ هل أنت قطز؟ أجل يا بيبرس، أجل. يا صديقي العزيز، ها نحن قد التقينا أخيرا. هل عثرت على جولنار؟ إنني أبحث عنها. هل تعرف أين هي الآن يا بيبرس؟ طبعا، أريد منك أن تكافئني يا قطز. لست مازحا، أليس كذلك بيبرس؟ إنها بخير، فزوجتي تلتقي بها أحيانا. أظنك لا تعرف بأنني قد تزوجت. أنت ضيفي هذه الليلة، أرجوك لا تمانع. ما الموضوع الخاص الذي أردت أن تحدثني به يا قائد أيبك؟ على سنة الله ورسوله أطلب يد جولنار زوجة لقطز الذي أصبح قائدا مشهورا في الجيش في فترة وجيزة. أخبرتني زوجتي شجرة الدر عن أمرهما. على بركة الله. ونزل الصليبيون على شاطئ مصر.
وبدأوا يزحفون بجيوشهم نحو المنصورة سنة 647 للهجرة. لن نسمح بذلك أبدا. أعدوا الجيش هذا اليوم وغدا سننطلق إلى المنصورة. هل نسمح لهم باحتلال دمياط بعد أن هزمناهم في فلسطين؟ يا مولاي. أهلا بك كونتارتار. يا مولاي، إن الملك أيوب قد اتجه بجيشه نحو المنصورة. كونت، ما بك؟ هل تشعر بالخوف؟ كيف أخاف يا مولاي ومعي أخي؟ سوف نواجههم قريبا في ساحة القتال. إذا أريد منك أن تنطلق على الفور. وانطلق الملك أيوب على رأس جيشه إلى المنصورة مع أنه مريض، وتزوج قطز من جلنار، وخلال فترة قصيرة أصبح من القادة البارزين. اعتصموا بحبل الله جميعا وهجموا على أعدائكم. سيدي إنك مريض، استرح. كيف أرتاح والمسلمون مهددون؟ لي الشرف أن أموت في سبيل الله. لقد وافانا الجواسيس قبل قليل بأن الملك أيوب قد مات في خيمة على مقربة من المنصورة، وزوجته شجرة الدر أخفت خبر موته عن الجيش. إنها فرصتنا للهجوم على الجيش هناك، ولو هزمناهم فإننا سنستولي على مصر كلها. مات الملك الصالح أيوب، فظن الصليبيون أنهم سيربحون المعركة، إلا أن هناك ما نسوه، وهو أن في الجيش قوادا أعدهم الملك أيوب لا يخشون القتال ويحبون الموت في سبيل الله، كقطز وفي بارس. هيا يا رجال، الله أكبر، 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 واجهوا بلاء آخر. ففي المشرق كان التتار بقيادة هولاكو على أبواب بغداد سنة 656 للهجرة. أيها الملك هولاكو خان، هذه بغداد مقر الخلافة الإسلامية. لا غروب للشمس حتى تهدم هذه المدينة تماما. اقتلوا الرجال والأولاد والنساء، دمروا المدينة، احرقوها. إنهم التتار، عادوا، عادوا وعددوا الكنان. أسلوا عفاد. Oh,
نأخذ بسرعة ما نستطيع، إنهم على وشك الوصول. هيا اقتلوا الجميع بسرعة، احرقوا كل شيء. يا سيدي انفتحت الطريق المؤدية إلى حلب، الخوف فقط سيفتح لنا جميع الأبواب. جمعتكم اليوم لأستشيركم فيما يهدد كياننا ومصيرنا. ذلك الخطر كما تعلمون هو زعيم التتر هولاكو. وكيف نتصدى لهذه العاصفة الهوجاء؟ كيف؟ نسأل الله أن يعيننا على نصرة دينه وإعلاء كلمته. لا بد لنا من تقوية عزائمنا وأن نتحد معا، ففي الاتحاد قوة. الأفضل أن نسمع بما يشير به علينا شيخنا عز الدين، لأننا أحوج ما نكون به اليوم إلى علمه وتجاربه. إننا خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة ستنتصر بإذن الله. هذه الأمة تحتاج إلى قائد رشيد لا إلى ولد صغير. أمورنا ستسوء إن وضعنا القيادة في يد من لن يبلغ الرشد. ماذا تقصدون بما قلتموه يا شيخنا الجليل؟ إنما أقصده واضح تماما. إن الذي أعنيه هو أن يحل المظفر قطز محل ابن الملك أيوب الذي لا يعرف شيئا عن كيفية تصريف الأمور. هذا هو رأيك يا شيخنا الفاضل؟ سلامة الأمة فوق كل اعتبار. أيها الناس، بايعوا الأمير قطز، لقد أصبح ملكا لمصر. إنه قائد قوي العزيمة وذو رأي حكيم. نعم، فقطز هو ابن أخت السلطان جلال الدين. الحمد لله، لقد نجاك الله من جميع المحن التي أصابتك وولاك ملك مصر. صارت مسؤوليتي كبيرة منذ الآن. لقد كنت خادما لبيت من بيوت المسلمين، واليوم أصبحت خادما للأمة. يا زوجي العزيز، استعن بالله، فالله خير معين. إن الناس يحبونك وينتظرون منك الدفاع عن حرمات الإسلام ومقدساته، فكن ذا عزيمة وصبر. اسمع يا قيطوبة، لقد حان وقت الاستيلاء على مصر. أمرك سيدي. لذا أطلب منك أن تسير بالجيش بنفسك وأن تعرض على قطز إما الحرب أو الاستسلام. هذا هو جوابي لسلطانكم. يخدع نفسه إن ظن أنه يخيفنا بتهديداته. قل له إن موعدي معه في ساحة القتال، والآن انطلقوا قبل أن يفقد صبري، وإلا سينتهي أمر الرسول. هيا. ما هذه الجرأة؟ إنها ليست جرأة، إنها وقاحة. سأهدم مصر على رؤوسهم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، سنقاتل التتر كما قاتلنا الصليبيين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد صار الجهاد فرضا علينا جميعا. قطز، سأكون معك. لا، أريد أن أكون موجودة مع الجيش، أسقي المجاهدين وأعالج الجرحى وأشجع الجنود كما فعلت النساء المسلمات الأوليات. أخشى عليك أن تقع أسيرة بين أيدي التتار. ولكنني فارسة ماهرة. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. شدد شملهم. استولى التتار على مدن الشام وتوجهوا نحو مصر التي كانت قد أخرجت لملاقاتهم جيشا بقيادة المظفر قطز وبمساعدة الظاهر ببرز. وفي عين جالوت قريبا من بحيرة طبرية كان موعد المعركة الفاصلة.
المجاهدين والخونة. وفي عين جالوت بدأت الاستعدادات لخوض المعركة الفاصلة ضد جيوش التتار، وكان أسد عين جالوت المظفر سيف الدين قطز يستعرض الصفوف ويبث روح الحمية والشجاعة في نفوس المجاهدين ويثير نخوة الفرسان ليكسروا رؤوس الكفر وجيشهم الجبار. هنا في عين جالوت سنقابلهم. أنت يا أغطاي تقود الجناح الأيسر، وأنت يا ببرس تقود الجناح الأيمن، وأما أنا فسأكون في الوسط. هجوم! لنصلي على شهدائنا الأبرار الأطهار.
هنا في عين جالوت تحقق النصر اليوم بفضل الله ثم الأبطال وشجاعتهم مثل الأمير المظفر سيف الدين قطز والشيخ عز الدين بن عبد السلام والقائد بباس. إن موجات المغول المتوحشين الذين ظنوا أنهم لم يقهروا لسنوات قد جابه لأول مرة سدا منيعا في عين جالوت. إن المسلمين الذين كانوا قد أرهبوا بسبب غزوات المغول السابقة لم يصدقوا عندما سمعوا أنباء المسلم. نحن نشعر بالامتنان الشديد نحو شهداء ومقاتلي عين جالوت الذين آمنوا بالنصر وجعلوه ممكنا بعد أن بذلوا أرواحهم وأراقوا دماءهم في الوقت الذي كانت الأمة فيه بأشد الحاجة إلى أمثالهم رحمهم الله جميعا.